مواكبة آخر التطورات التكنولوجية الحاصلة في ميدان الطب واعتماد أحدث طرق علاج ومكافحة داء السرطان والأورام الخبيثة في صلب اللقاء الذي جمع أطباء وأساتذة مختصين في اليوم الوطني الأول للجمعية الجزائرية للصيدلة الاستشفائية وصيدلة الأورام بالعاصمة، والذي أشرف على افتتاحه وزير الصحة عبد الحق سايحية. ما يعيشه العالم اليوم في مجال التكنولوجيا الطبية ومجال الابتكارات يدعونا أن نكون أيضا نحن في نفس الوتيرة وفي نفس زمن التطور، لأن المسألة انقلبت تقريبا بصورة جذرية في علاج المرض، ودخلت التكنولوجيا وخففت الآلام، مما يتوجب علينا أن يكون تصورنا لتكفل بهذا المرض تصورا يتماشى مع التكنولوجيا العالمية.